ويا خير عندك سلاح بانواعه، وكل ما مسدس بندق سكين الى شوكه الى اخره، كل ما زادت قوته وخطورتك كل ما زاد المثل وضوحا. استعمالك له بالشكل الامن في الوضعيه الامنه الطبيعيه الصحيحه قد يكون من افضل التجارب اللي تمر فيها بحياتك، شيء ممتع وناسه استعملته صح بالوضع الصح في المكان الصح بالطريقه الصح. لو استعملته في وضع غير امن بطريقه غير صحيحه اصبح مردوده عكسي عليك انت، وصار من أسوأ ان لم يكن أسوأ تجربه تمر فيها بحياتك. ولا كان ينطبق على السياره فرضا، سياره اغلب الحالات وضع رفاهيه شيء يعني يسهل لك الامور الحياه وكذا، لكن في حاله مثلا ضرب كفر او لما يختل توازن السياره او تنقلب او تسلم الى اخره قد تكون اخطر او أسوأ تجربه تمر فيها بحياتك. مثل الطياره وقصدك المراكب الحاليه او وسائل النقل الحاليه. الخيل ينطبق عليه الشيء ذا اكثر حتى من المخلوقات الاخرى زي الابل والابل وغيرها، لانه صعب تجمع بين المهاره والقوه زي الخيل، الابل اقوى لكن يبقى مهار. في مخلوقات اخرى امهر لكن ما تركب. لكن مهاره وقوه وينركب واسرع منك بمراحل واقوى منك بمراحل وطبيعته غير طبيعتك ويتصرف قبل ان يفكر، ما يستعمل مخه وقت الاختلاف، ونيه الخروج عن سيطرتك تماما، وما يهمك تعور وما تعور ولا يهمه هو تعور وانت فوق او لا. اذا تحكمت في قمة التحكم فوق المتعة والوناسة اللي انت قدرت تتحكم فيه زي كذا، من احسن التجارب اللي تمر فيها، شيء ممتع. انت فقدت التحكم فيه او في حالات معينة في الطلعة لما يخرج سيطرتك، يعني حتى اللي يركب خطأ اغلب الطلعة ما في اختلاف، فإلى حد ما مبسوط، صح مو مبسوط اللي يركب صح، بس ماشي حاله. بس وقت الاختلاف مع اللي يركب خطأ قد تكون أسوأ تجربة تمر فيها بحياتك، ومن أسوأ التجارب اللي تمر فيها بحياتك. اللي يركب صح وقت السلم وضعه آمن، وقت الاختلاف قد تكون التجربة أحلى وأحلى، أكيد في خطورة وخوف من النواحي، بس قصدي من أحلى التجارب اللي تمر فيها مع الحصان الموزون كشخص يركب صح وقت الاختلاف. يعني استطعت أجعل هذا السلاح القنبلة الموقوتة اللي يبغى يستغلها ضدي الحصان يفرغها في محله ويتحول لشيء آمن، شيء كان مفترض يكون قمة الصعوبة والخطورة عليه وعليه، استطعت أجعله شيء آمن جدا عليه وعليه ووناسه. فركوب الخيل بالشكل الصحيح ينقل الحصان في بعض الحالات من انه يكون أسوأ تجربه تمر فيها بحياتك او من أسوأ التجارب اللي تمر فيها بحياتك الى تجربه من احسن التجارب اللي تمر فيها بحياتك، فقط انك قدرت تتحكم فيه، فالشيء اللي كان ناوي يشتغل عليك ما استطاع يشتغل عليك وحولته الى تحكم. حاول ينطلق، حاولت الانطلاق الى فز محله، حاول يروغ، حاولت الروغان الى وقوف، حاول يشنع، حاولت التشنيع الى رجوع الخلف وقت ذلك.